Malik Sissé, le 10 octobre 2013, il a venu uh, à Khafrine, qui est été à Gouignos, qui Ali, sec. C'est lui qui est venu, c'est lui qui Malik Sissé, deuxième place, qui est pris du Conseil supérieur des maîtres coraniques.

وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسهم في سبيل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون عفى الله عنك لم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشق ولكن بعدت عليهم الشق وسيحلفون بالله ولكن بعدت عليهم الشقة ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا, أن يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت, وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وَلَأَوْضَعُوا ولا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين حسبك اقرا قول الله تعالى وإن كادوا, وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان كانوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمون إلا خس ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. حسبك. اقرأ قول الله تعالى: "ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء" اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل ولا ان تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم" ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما حسبك